السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بين المشاريع اللي خسرت عليها واحد ميزانية كبيرة اللي هو المشروع ديال بياشينيس، وبدأ في 2021 ولحد الآن مازال ما بدأ، رغم أنه نفس المشروع راه بدأ في كازا. وهذا المشروع هذا هو الحافلات العادية الجودة معروفة باللغة الفرنسية بالبياشينيس. هي بياشينيس في دول أخرين، ولكن في جهة المغرب ولات حافلات عادية الجودة. راه شفنا داك البروتوتيب اللي حطوا داك النهار حدا الولاية، أنا بانت ليا بان ليا طوبيس عادي ما كيستحقش دوك المبالغ اللي خسروا عليه. المشكلة دابا اللي كاينة هي التضييق ديال الطرقات على وسيلة النقل اللي ماشي صديقة ديال البيئة. كما كيقولوا هما راه كتستعمل لورو ديزل، واخا تيقولوا داك لورو ديزل نقي، ولكن راه الديزل راه ما كاينش شي ديزل نقي، كلشي راه ملوث للبيئة. إذا داك تضييق الطرق كان خاص يوازيه مشروع ديال تراموي، بحالنا بحال كازا، بحالنا بحال الرباط. اولا مشروع اللي هو نظيف وصديق للبيئة، ثانيا العدد الكبير اللي غادي يهز ديال 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 تراموي، داكشي اللي كيهز تراموي راه ما غاديش يهز البياشينيس. دابا ضيقتي الطريق، خصوصا في هذا المحور هذا. فاش غادي انا دابا في شارع الحسن الثاني، راه في شارع الحسن الثاني دابا فاش غادي يكون المشكل؟ خصوصا مع التوقفات ديال صحاب الطاكسيات، كاين اللي كترشق ليه وكيوقف، واش فهمتي؟ هو نورمالمون هنا راه خصك ممنوع التوقف. شوف دابا هذا فين وقف. يلا الشريف يلا. بحال دابا هذا راه غير واحد دابا يوقف لك أمة البشر. البارح خرج شي بلاغ تاني شتو في الفيسبوك ديال أن جميع المرابط ديال مدينة أكادير بالمجان، ما عدا مربط بيجوان وشارع شي شارع تما العيون ولا ما عرفتش ديال اللي تما النهضة ولا ما عرفت. أصلا أنا ما كنخلص في حتى شي بلاصة، ورغم ذلك راه باقي كيجلسوا عباد الله هنا. راه يلا بان لي واحد مول الجيلي هنا ما دايرش الجيلي. صحاب الطاكسي فين ما قال لهم راسهم كيوقفوا، يوقف ليك في الرومباني، يوقف ليك في الدورة، في القنت، في اللي قال ليه راسه هو كيدير. المهم هو الروسيتا. دابا كيوقفو الطق. شوف دابا هذا فين ضايع، ضرمع بار لا فيك لوي، ما عندو كاع الحق يدور في الماء. بلوك كيبان ليا بلوكا تما لا سيركيلاسيون. دابا هادشي دابا ديال السوقان راه سلوك اللي خصك تحترم فيه القانون. ما حدنا كنحترموا جميعا القانون، راه ما غيكون حتى شي مشكل طون اننا واحد فينا غير واحد كيخرق القانون صافي بانه يسبب المشاكل لعباد الله والراس حتى هو. لا دابا فاش كتشوفوا دابا دوك الكسايد داكشي راه كلشي داكشي جاي من عدم احترام القانون.
مشكل كبير في هذا الشارع الحسن الثاني هذا. شوف دابا هذا هو دابا هذا الكلوفو هذا حارك الطوب، داكشي علاش خص الكاميرا تيكونوا. الكاميرا هادو الا كانوا غادي يسالوا المأموريه على البوليس. شحال من حاجه في هادشي السيركيلاسيون في الجرائم اي حاجه، وما يديروهمش غير في السيكتور توريستيك، يديروهم في جميع الاحياء ديال المدينه. راه كلشي راه مواطنين مغاربه، واللي حصل يودي اللي حصل يطبق عليه القانون. لحد الان راه دابا ديك اكادير اميناجو، ديك اكادير اميناجو اكادير موبيليتي مازال ما خرجوش في بلاغ على ود هذا سميتو. وانا اليوم نمشيو للتيران ما عطاش يبقى لنا الوقت، المهم نحاولوا حنا نمشيو للتيران نشوفوا شحال هادي ما صورنا لك. ماشي سيمانه ما مشينا للتيران ملعب ادرار، وحيت الله جنابات ملعب ادرار وصلناهم هو هذاك ما وصلناهمش، راه ما عندنا ما نديرو. كتاو تولوز هادي لونتروتيان ديال هاد المساحات الخضراء لي دارو. وبالنسبة لهنا شارع محمد الخامس راه مكاينش المشكل. هاد المحطة هادي فاش دارو ديك البريزونطاسيون لهاديك الحافلة العادية الجودة، ساليو الفيديو. كنشكركم على التتبع، كاين فيديوهات اخرين غتخرجوا فيهم ان شاء الله اليوم. ما تنساوناش بالدعم، الى اللقاء.